السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة اليوم بعنوان استراتيجيات التداول على الذهب. معكم رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. هذه المحاضرة هي جزء من المحاضرات التي تقدمها شركة إكويتي بهدف تدريب وتثقيف المتداولين. لنبدأ المحاضرة. طبعا الذهب المعدن الأصفر الثمين، سوف نتحدث في أول سلايد عن لمحة تاريخية عن الذهب، وبالتأكيد سوف نتحدث أولا عن أصل ونشأة الذهب، حيث يرجع أصل الذهب إلى الفضاء، حيث كان هناك قصف بالنيازك للكرة الأرضية منذ ما يقارب 200 مليون سنة، وهو ما تسبب في جلب الذهب وغيره من المعادن الموجودة على الأرض إجمالا كالنحاس والحديد وغيرها من المعادن. طبعا اكتشف الذهب للمرة الأولى من حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، ولكن لم يعلم أحد بشكل قاطع متى تم اكتشاف الذهب للمرة الأولى في تاريخ البشرية، لكن تم اكتشاف بعض المجوهرات والكؤوس الذهبية والأدوات المصنوعة من الذهب التي يرجع تاريخها إلى حوالي 4000 سنة قبل الميلاد. يرجح أن بداية معرفة المعدن الثمين كان في هذه الفترة، ومن ثم يعتبر الذهب رمزا للثروة تقريبا منذ عصور ما قبل التاريخ، حيث استخدم الذهب في الحضارات القديمة مثل الفراعنة، كانوا يصنعون منه توابيت الملوك، عرباتهم، تماثيلهم الهامة، وصنع من الذهب أيضا قناع يعتبر من أجمل الأقنعة التي عرفتها البشرية، وهو قناع الملك توت عنخ آمون في عند الفراعنة. استخدم أيضا في الحضارة السومرية في بلاد العراق والحضارة اليونانية وغيرها من الحضارات. طبعا تم صك أول عملة ذهبية في عام 600 قبل الميلاد، واستمر استخدامها للتبادل النقدي حتى الثلاثينيات من الألفية الماضية، أنه يتم تداول الذهب كعملة مسكوكة. ننتقل إلى مميزات وخصائص الذهب. لماذا أخذ الذهب هذه الصفة بأنه معدن ثمين؟ طبعا ذلك يعود أولا إلى الميزات التي يتمتع بها الذهب، حيث يتم استخدام الذهب على مدار تاريخ البشرية كعملة وأيضا كمخزن للقيمة، يستخدم أيضا كحلي للزينة. من مميزات الذهب عدم تأثره بالعوامل الخارجية مثل الماء، الهواء، الأكسجين وغيرها من العناصر مثل بقية المعادن، لذلك القطع الذهبية القديمة من آلاف السنين تظل تبقى دون أي تلف أو صدأ. الذهب معدن لين قابل للسحب والتشكيل ومقاوم للتآكل، وهنا تأتي ميزة الذهب أنه كان يعتبر كأداة أو عملة للتبادل، حيث يسهل قطعه ويسهل تجزئته وإعطاؤه ثمن للأشياء الأخرى، وكان هو يعتبر أحد البدائل لعملية التبادل المباشر التي كانت قبل التاريخ. وطبعا الذهب معدن لين قابل للسحب والتشكيل ومقاوم للتآكل، يعتبر أكثر عناصر العالم كثافة، فالذهب أكثف من الحديد بمرتين ونصف المرة ومن الرصاص بضعفين، فبالتالي يعتبر معدن كثيف متماسك ومتجانس. استخدامات الذهب عديدة في الطب، يستخدم في طب الأسنان بسبب ليونته ومقاومته للتآكل، الروماتيزم والالتهابات العظام، أيضا يستخدم الذهب المشع يعالج بعض أمراض السرطان. بالنسبة للاستثمار مثل ما ذكرنا يعتبر خزان للقيمة، ورح نشرح هاي النقطة أيضا. كثير من الناس تدخر أموالهم على هيئة الذهب بدلا من النقود للتحوط ضد ما يسمى بالتضخم، وهو ارتفاع الأسعار إجمالا. في الصناعة يستخدم بصناعات المجوهرات الذهبية وأيضا في الصناعات الدقيقة والتكنولوجيا الحديثة، يستخدم وصل استخداماته حتى الطعام والشراب، بعض المواد الغذائية تستخدم أوراق الذهب على بعض الأطعمة والحلويات والمشروبات وللزخرفة كذلك الأمر، فاستخداماته في الحياة العملية كثيرة. ولكن نحن هنا في محاضرة عن التداول الذهب، ولكن من المهم جدا أن نحصل على بعض المعلومات حول هذا المعدن الثمين
معلومات جدا مهمة إجمالا. طبعا ننتقل إلى معيار الذهب واتفاقية بريتن وودز، ورح نشرح مع بعض هذه الاتفاقية المهمة. أولا، استخدم الذهب في التجارة القديمة. كان الذهب من أهم المعادن النفيسة التي تستخدم قديما في التجارة وعمليات الشراء والبيع، وأخذت التجارة في الازدهار، ومع ازدهارها أصبحت عمليات نقل الذهب تتسم بنوع من البطء والخطورة، وتتعرض أيضا للكثير من السرقات. فبالتالي كان لابد من وضع حل لهذا الموضوع. ترتب على هذا الموضوع الانتقال من استخدام الذهب بشكله المباشر في عمليات التبادل إلى استخدام عملات ورقية تعبر عن مقدار معين من الذهب وتمثل سند ملكية لحاملها. يعني مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية أو بأي مكان آخر في القديم، كان هناك البنك الذي تضع فيه الذهب الذي تمتلكه وتأخذ مقابله سند يبرز لك أنك تحمل أو تمتلك هذا الذهب الموجود في خزانة هذا البنك، ومن ثم تقوم بتداول هذا السند وتقوم يعني استخدامه كورقة نقدية مقابل الذهب الذي تمتلكه لدى البنك. وطبعا ذلك للحد من البطء الذي كان يتسم بعمليات التسليم، وأيضا من الخطورة التي كانت يتعرض لها الشخص أو الإنسان للسرقة. طبعا هذا السند الملكية يساوي مقدارا معينا من الذهب، ويحق للفرد استرداد القيمة الذهبية للعملة الورقية، وعرف ذلك النظام أصلا. هذا النظام كله عرف بما يسمى بمعيار الذهب أو جولد ستاندرد. أوكي، لكن لم يستمر الأمر طويلا. جاءت فترة قبيل الحرب العالمية الأولى بسنوات، بدأت البنوك بطباعة الأوراق النقدية أو سندات التي تدل على وجود ذهب لديها بدون أي غطاء حقيقي من الذهب، وبالتالي منعت استبدال العملات الورقية بالذهب بشكل مباشر. حدث النتيجة الطبيعية لهذا الأمر أنه خرج التضخم عن السيطرة، وارتفعت الأسعار داخل البلاد بشكل كبير، وساءت الأحوال الاقتصادية للاقتصاد العالمي، وازدادت في هذه الفترة أكثر أو بشكل أكبر جراء الحرب العالمية الأولى والثانية. دعونا نتعرف على اتفاقية بريتن وودز. شو صار باتفاقية بريتن وودز؟ عام 1944 اجتمع ممثلين ل 44 دولة في المؤتمر المالي والنقدي للأمم المتحدة. عقد هذا المؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نيو هامشاير ببريتن وودز، ذلك بغرض وضع حد لعملية أو لفترة التدهور الاقتصادي العالمي الذي كان يعني مستفشي بشكل كبير في ذلك الوقت، وطبعا نتيجة الخروج من الحرب العالمية والمأساة التي كانت يعيشها العالم إجمالا، ووضع أيضا نظام ثابت لاستقرار صرف العملات إجمالا. انتهت المفاوضات بوضع اتفاقية اسمها اتفاقية بريتن وودز. تنص هذه الاتفاقية على ربط الدولار الأمريكي بالذهب، حيث كل أونص ذهب تساوي 35 دولار أمريكي، وتم تثبيت أسعار صرف باقي العملات أمام الدولار بمعدلات ثابتة، مثل عندك الجنيه الاسترليني، الدولار الأسترالي، الدولار النيوزيلندي وغيرها من العملات. تم تثبيت السعر الصرف أمام الدولار الأمريكي بمعدلات ثابتة لكل عملة، وجاء اختيار الولايات المتحدة الأمريكية والدولار تحديدا في ذلك الوقت لأنها كانت الأقل تضررا في ذلك الحين من الحرب العالمية الثانية. ولكن في نفس الوقت يحق لأي بنك مركزي من بنوك الدول 44 المجتمعة تعديل صرف العملة في بلاده فقط إذا تغيرت أو تحركت قيمة سعر هذه العملة بأكثر من 1% صعودا أو هبوطا أمام الدولار الأمريكي، يتم تغيير سعر الصرف مرة أخرى. لكن ما لبث أن انهارت هذه الاتفاقية، ولم يستمر هذا الأمر بعد انتخاب الرئيس الأمريكي نيكسون، وقام بفك ارتباط الذهب بالدولار الأمريكي، وكان في عنا نيكسون لأنه انغمست الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الفيتنام واستنزفتها بشكل كبير، وبالتالي
صاروا يطبعوا الأمريكان من العملة أكثر من احتياطاتهم من الذهب إجمالا. انهارت هذه الاتفاقية سنة 1970 وانهيار معها نظام صرف العملات الثابتة، يعني أسعار صرف ثابتة للعملات أمام الدولار الأمريكي. سنة 1971 كان في محاولة جديدة لإصلاح اتفاقية بريتن وودز من خلال اتفاقية، والله صعبة كل مرة بقول اسمها راح اقولها مره واحده وبلكي بتكون صح، سنيش سونيان زبطت. الاتفاق هي عباره عن محاوله لاصلاح هذه الاتفاقيه. انهارت طبعا اتفاقيه بريتن وودز، وجاءت الاتفاقيه هذه فقط لتحسين الشروط الخاصه بها. تم الاتفاق في الاتفاقيه الجديده على زياده سعر الاوقيه من او الانصه من نسبه 35 دولار للأونصة إلى نسبة إلى سعر 38 دولار للأونصة. وأيضا تم الاتفاق على أن يسمحوا بتقلبات الأسعار بدلا من 1% أب 1% داون، خلينا نعطيها 2.5% أب و 2.5% داون من قيمتها الأساسية. بمعنى آخر يعني رفعوا صار الارتباط ما بين الدولار الأمريكي وما بين الذهب 38 دولار لكل أونصة ذهب، وكل عملة مقابل الدولار الأمريكي ثبت السعر الخاص بها، ولكن بشرط أنه إذا تغير السعر هذا السعر أو القيمة الحقيقية للعملة بالزيادة أو بالنقص ب 2.5% بالزيادة أو 2.5% بالنقص أمام الدولار الأمريكي يتم تغيير سعر الصرف للسعر الجديد. كل هذه الاتفاقيات فشلت بشكل كبير، واتجهت معظم الدول الكبرى إلى تعويم عملاتها، وذلك تركها تماما للطلب والعرض وقوة الاقتصاد التابع للدولة أو العملة. سنة 73 حدث هذا الأمر اللي هو تعويم العملات الرئيسية إجمالا، مع الاحتفاظ بحق الحكومات الممثلة في شكل البنوك المركزية، يعني ممثلة بالبنوك المركزية، في التدخل للسيطرة على العملة إذا بلغت تحركاتها خطورة على الاقتصاد. بالتالي كان في عندي تحركات السعر الذهب من عام 1920 حتى يوليو 2017 كالتالي: 1920 كان سعر الأونصة حوالي 20.68 دولار الأمريكي، بعدها ب 20 سنة ارتفع ب 10 دولارات تقريبا أو 13 دولار، بقي مستقرا إلى 1960. 1980 عند 615 دولار، طبعا هذا بعد عملية فك الارتباط وقفز الذهب بشكل مباشر، لأنه قيمة العملات كانت يعني أقل بكثير من ربطها مع الدولار الأمريكي، فقفز الذهب أول قفزة عند 615 دولار. سنة 2000 وصل ل 279.11 دولار أمريكي، لأنه الذهب أصبح أيضا معرض للطلب والعرض بحد ذاته فتغيرت أسعاره، إلى أن وصلنا لسنة 2011 وصلت أعلى الأسعار عند 1889 دولار للأونصة، وذلك بعد عمليات التيسير الكمي وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير. طبعا بعض المنصات تظهر أنه وصل الذهب إلى مستويات 1910 دولار للأونصة، البعض الآخر عند 1905 دولار للأونصة، تقريبا 1889 إلى 1900 دولار وصل سعر الأونصة. وفي الفترة الحالية في 2017 نحن عند 1215 دولار أمريكي تقريبا، وسط سعر الذهب حاليا، حيث يعتبر هذا المتوسط سعر الذهب في العام 2017 للوقت الحالي. نطلع مع بعض على تشارت الذهب بهذا الشكل، عم بتشوفوه من سنة 1988 أو 1970 تقريبا وصولا حتى اللحظة الحالية اللي هي فيها الذهب حاليا عند 1245 دولار للأونصة. هذا هو مخطط الحركة الذهب كاملا اللي موجود بين إيدينا في الوقت الحالي. دعونا نتعرف الآن على علاقة الذهب بالدولار.
اولا بناء على المعلومات السابقه اللي احنا ذكرناها سوفار، فان اداء الذهب تفوق على العملات بشكل كبير بوصفه مخزن للقيمه وبهامش كبير، وهذا هو السبب الذي جعل المتداولين والمستثمرين اجمالا يرون ان معدن الذهب النفيس هو ملاذ امن واستثمار امن في اغلب الاوقات. العلاقه بين الدولار الامريكي والذهب علاقه عكسيه تماما، ارتفاع الدولار الامريكي يعني انخفاض بأسعار الذهب، وعندما ترتفع أسعار الذهب يكون هناك انخفاض للدولار الأمريكي إجمالا، فهي علاقة عكسية. يخاف المتداولين من ضعف الدولار الأمريكي، يبحثون عن ملاذات آمنة ترتفع أسعار الذهب، عدا عن أن الذهب أساسا متعارف عليه أنه مقوم بالدولار الأمريكي بشكل مباشر، ولكن عندما يضعف الدولار الأمريكي أيضا يتجه المستثمرين إجمالا إلى ملاذات آمنة للاستثمار مثل الذهب، وهذا يتسبب في زيادة الطلب على الذهب وارتفاع سعره بشكل أكبر. عندما يكون الدولار الأمريكي قوي يلجأ المستثمرون إلى أصول ذات عوائد أعلى، وعادة يتجهون بوضع الأموال في سوق الأوراق المالية على سبيل المثال مثل البورصات، وبالتالي يستفيدوا من الأرباح المرتفعة المحتملة، وفي هذه الحالة يقومون ببيع الأصول الآمنة اللي موجودة عندهم مثل الذهب. ترتفع أسعار الذهب عادة أثناء أوقات عدم اليقين، عدم الوضوح، عدم الاستقرار، الاضطرابات إجمالا تساعد على ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير، لأنه المستثمر يخاف من الدخول باستثمارات ذات مخاطرة عالية، يتجه إلى ملاذات آمنة، يتجه إلى حماية الأموال من مستويات التضخم، بالتالي يتجه إلى الذهب ذو المواصفات الكثيرة اللي ذكرناها سابقا. بعض المعلومات المهمة عن احتياطيات العالمية عن الذهب، وفقا لتقرير صدر تقريبا بشهر أبريل 2017 من ما يسمى بمجلس الذهب العالمي، أو اللي هو World Gold Council، في شهر أبريل جاء الترتيب كالتالي من ناحية الاحتياطيات. الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي بالمرتبة الأولى عالميا باحتياطيات ذهبية حوالي 8133.5 طن، وشكلت 73% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي. ألمانيا في المرتبة الثانية ب 3381 طن بالنسبة للاحتياطي الإجمالي أو إجمالي الاحتياطي الأجنبي لألمانيا، يمثل الذهب 67.4% من احتياطي الإجمالي في ألمانيا، بينما إجمالي الاحتياطي الأجنبي في إيطاليا اللي هي تحتل المرتبة الثالثة، الذهب يشكل منه 69.4% بقيمة أو بحجم 2451.8 طن من الذهب موجود. لما بنحكي عن دول لديها هذه الكميات من الذهب كاحتياطي، فأي كلام يتداول حول أن الذهب فقد قيمته والذهب فقد بريقه كملاذ آمن، بس سؤال واحد فيك تفسر لي، ليش هذه الدول العظمى لسه عندها هذه الاحتياطيات حتى الآن؟ وهذا وفق تقرير صادر عن منظمة عالمية وهي مجلس الذهب العالمي في شهر أبريل 2017. لا تزال توجد هذه الاحتياطيات العملاقة، بالتالي لا يزال هناك الثقة الكبيرة والمأمن الكبير من أي تقلبات في أسعار الذهب، وأي حديث عن انهيار في أسعار الذهب إلى ما دون سعر التكلفة هو حديث صعب تحققه. وبالتالي نلاحظ كيف أن الذهب تماسك بشكل كبير فوق المستويات الحالية، وطبعا محتسبا التضخم الذي حدث فعليا من بداية الشارت اللي فرجيتكم إياه حتى الأسعار اللي نحن موجودين فيها حاليا. طبعا بالنسبة للعالم العربي، المملكة العربية السعودية بالمرتبة الأولى والسادسة عشر عالميا، احتياطي الذهب فيها هو 322.9 طن من الذهب، تشكل 1.8% من إجمالي احتياطها الأجنبي. لبنان في المرتبة الثالثة عربيا والتاسعة عشر عالميا، احتياطي الذهب فيها بلغ 286.8 طن.
طيب خلينا ننتقل الآن إلى إنتاج الذهب عالميا. طبعا أكبر الدول إنتاجا للذهب هي الصين، تنتج عالميا بحوالي 400 طن من الذهب. معلومة مهمة بالنسبة للجميع خلينا نذكرها، الذهب الموجود فوق الأرض حاليا والمتداول بين الناس ما هو إلا 20% من إجمالي الذهب الموجود في الأرض وفوق الأرض، يعني لسه في 80% من الذهب موجود تحت الأرض لم يستخرج بعد. الصين تنتج حوالي 400 طن، بينما أستراليا الثانية عالميا بإنتاج 250 طن، الولايات المتحدة الأمريكية الثالثة عالميا بإنتاج 230 طن. بعض المعلومات اللي هيك يعني أنا حبيت تبدأ المحاضرة ببعض المعلومات إجمالا عن الذهب، خلينا يكون عندنا فكرة عن هذا السلعة الثمينة التي يتم تداولها إجمالا. أضخم كتلة من الذهب وجدوها بأستراليا سنة 1869، كانت كتلة الذهب هذه وزنها 72 كيلو جرام. أكبر مستهلك للذهب في العالم هي الهند، وتشتري تقريبا 800 طن من الذهب سنويا. أكبر كتلة ذهب خام يقدر وزنها بحوالي 90 كيلو جرام. الخزانة الرئيسية للاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة يوجد بها الآن حوالي 147 مليون أونصة ذهب. جنوب أفريقيا كانت أكبر منتج للذهب في العالم، لكن الصين نجحت في التفوق عليها سنة 2008. والمعلومة الأخيرة اللي بدي لكم إياها، تم التنقيب عن 165 ألف طن من الذهب حتى الآن، وتقدر هذه الكمية بنحو حوالي 15 إلى 20% كحد أقصى من مجموع الذهب في العالم. ننتهي من الجزء النظري عن الذهب إجمالا وننتقل إلى استراتيجيات التداول على الذهب. اخترت لكم ثلاث استراتيجيات للتداول على الذهب لها سمات أساسية، تتسم أولا بسهولة التطبيق، ببساطة الأدوات المستخدمة، وبالأداء العالي الذي تقدمه، حيث هذه الاستراتيجيات هي استراتيجيات للبيع والشراء على أسعار الذهب، ولكن يجب أن تكون متجانسة مع أدائك في محفظتك ومعايير إدارة المخاطرة. وإن شاء الله الأسبوع القادم من شركة إكويتي وفي سلسلة المحاضرات الويبنرز التي نقدمها سوف يكون أسبوعنا كاملا عن إدارة المخاطرة وكيفية إدارة الحساب والتحكم به. بالتالي الاستراتيجيات هذه يجب أن تكون متوافقة مع معايير إدارة المخاطرة لحسابك. ثانيا يجب أن تكون على دراية أن هذه الاستراتيجيات يجب أن تكون متوافقة مع أدواتك التحليلية الأخرى ونظرتك التحليلية الخاصة بك. ننتقل إلى الاستراتيجيات. الاستراتيجيات هي الأولى، استراتيجية بسيطة مكونة من مؤشر المتوسط المتحرك Moving Average بمعيارين، الأول بيكون 3 والثاني ب على 18 شمعة. ثانيا مؤشر الماكدي اعدادات العادية الديفولت تبعها اللي هي 9 26 12، مؤشر الار اس اي ايضا باعداداته العادية. هذه الاستراتيجية تطبق على اي اطار زمني. اولا اشارة الشراء، أنا أفضل هذه الاستراتيجية يتم تطبيقها على الانتراداي وعلى تايم فريم بأقصى حد الوان أور. إشارة الشراء تأخذها عندما يكون هناك التقاطع بين متوسط 3 ومتوسط 18 لأعلى، يعني متوسط 3 يصبح فوق متوسط 18، لكن بنفس اللحظة مؤشر الماكدي أو بالتحديد الهيستوغرام الخاص بالمؤشر الماكدي يصبح أعلى مستوى الصفر،
بينما مؤشر الـ RSI يهمني أن يكون فوق مستوى خط الخمسين. خليني أعطيكم بعض الأمثلة التطبيقية المباشرة اللي أنا مجهزها مسبقاً على الذهب بـ time frame الـ 1 hour اللي أنا محدده مسبقاً. أولاً واضح أمامكم التشارت. تمام. خلينا نبتدأ أولاً بالإشارة الأولى اللي شايفينها هون. اللي حدث فعلياً كان عندي اللون الأحمر المتوسط اللي لونه أحمر هو متوسط 3 وهو سريع وقريب جداً من الأسعار، وسبب اختيار متوسط 3 هو بهدف أن نعطي تمثيل سريع ومباشر للشموع اليابانية أو للسعر نفسه، ولكن بتخفيف. فإما أنك تستخدم مؤشر 3 وهو متوسط 3، أو أنك تستخدم السعر نفسه ولكن بدل ما يكون مخطط شموع يابانية بتأخذه مخطط خطي. ولكن حتى تكون الأمور أبسط، أنا أفضل أنك تأخذ متوسط 3 Simple Moving Average تضيفه، وبتضيف متوسط آخر هو متوسط 18، وتبدأ بحساب التقاطعات. التقاطع تم في هذه الشمعة تحديدا، في هذه الشمعة تم التقاطع ما بين متوسط 3 ومتوسط 18، حيث متوسط 3 اخترقوا لمتوسط 18 بالاتجاه الصاعد. بنشوف بهذه اللحظة تماما كان الهيستوغرام وبالتحديد الخطوط الطولية في الماك دي لا تزال دون مستويات الصفر، مع الشمعة التالية مباشرة صعدنا نحن فوق مستويات الصفر. بالتالي التقاطع حدث، الهيستوغرام زاد عندي، بدأ بالصعود فوق مستويات الصفر، أو هذه هي النقطة اللي أنتم شايفينها تحديدا، عبارة عن نقطة صغيرة ولكنها هي فوق مستويات الصفر. ثانيا RSI هو فوق مستويات 50، فمع إغلاق هذه الشمعة البيضاء اللي شايفينها نحن هون، أنا أخذت الإشارة تقريبا كاملة مع افتتاح الشمعة التي تليها مباشرة، أخذت الإشارة كاملة بأن الاتجاه القادم هو اتجاه صاعد. حتى لو أنا تأخرت بالدخول حتى إغلاق هذه الشمعة على سبيل المثال، يعني نطرت ساعة كاملة حتى حدث هذا الأمر، ولكن أنا بفضل أنك أنت تذهب في هذه الحالة مع ما تشوف أنت السعر كيف عم بيكون، تذهب مباشرة إلى التايم فريم النص ساعة، وبتشوف أنه مع أول شمعة نص ساعة اللي سكرت هون أنت بدأت بالصعود بالاتجاه الصاعد، والكروس كان موجود سابقا، وانت شايفه هون انه بدأ بالتباعد المؤشرات. فمع هاي الشمعة انا دخلت مباشرة صفقة شراء وتابعت بالاتجاه الصاعد. خلينا نرجع على تايم فريم الـ 1 اور. هذا مثالنا الاول، RSI كان بالاتجاه الصاعد. المستطيل الازرق الثاني اللي هو شايفينه هون بهذا المكان تحديدا، ايضا تقاطع ما بين المتوسطات حدث في هذه النقطة تحديدا، كنا تحت مستويات متوسط 3 كان دون مستويات متوسط 18 الأزرق، والهيستوغرام فوق مستويات فوق مستويات الخمسين، ولكن ما كان أساسا دون مستويات الصفر الهيستوغرام تبع الماك دي حتى يكون فوقه. بالتالي هذا أضعف نوعا ما الاستراتيجية، لأنه أنا كان عندي فترة صعود سابقة بالهيستوغرام ولم أنزل أبدا دون مستويات الصفر، فهذا أعطاني جودة أقل للاستراتيجية. حتى ولو كان عندي أنا هون تحديدا عندي الـ RSI فوق مستويات الخمسين تقريبا، لكن ما عندي الإشارة بنفس قوة الإشارة الأولى اللي أنا شفتها. نرجع لورا شوي، هذه إشارة جدا قوية، لاحظ حدث التقاطع في هذه النقطة، لكن الهيستوغرام لم يتحول بعد إلى مستويات من الهيستوغرام اللي هي الأعمدة الخاصة بمؤشر الماك دي، لم تتحول إلا في هذه النقطة تحديدا، أي مع هذه الشمعة تحديدا، والـ RSI فوق مستويات 50. مع إغلاق هذه الشمعة أنا قررت بدخول صفقة شراء، و
ستوب لوس والتيك بروفيت يجب أن تعتمد على مستويات الدعم ومستويات المقاومة التقليدية حتى تدخل فيها. ولكن دائما إذا الدعم عندي هون، فإذا كان ستوب لوس تبعي هون تقريبا، هدفي يجب أن يكون ضعفي وقف الخسارة هذا، وبالتالي تيك بروفيت تبعي راح يكون في هذه النقطة تحديدا. على سبيل المثال هون أنا الهدف اللي أنا مستهدفه بالنسبة للذهب. نتابع هذه فرصة أخرى أيضا، انقلاب من بالماكدي من دون مستويات الصفر إلى فوق مستويات الصفر في هذه الشمعة تحديدا بهذه النقطة هون، وبنفس الوقت صار التقاطع عندي في هذه الشمعة تحديدا مع إغلاق هذه الشمعة تماما، ولدينا RSI فوق مستويات 50 فهي فرصة للشراء مجددا. لاحظ أنه راح يتكرر هذا الأمر أكثر من مرة أمامك ويعطيك إشارات للشراء. في المقابل أيضا عندي، نعود للاستراتيجية، فالاستراتيجية عندك فيها صفقات البيع هي العكس تماما. عندما يكون هناك تقاطع لمتوسط 18 أسفل متوسط 3، يعني تقاطع 3 كان فوق مستويات ال 18 وبدأ يصبح دون مستويات ال 18 متوسط 3، وبالنسبة لمؤشر الماك دي اللي شايفينه تحت الهيستوغرام الخاص في الأعمدة الخاصة بالهيستوغرام، كانت دون أو تحولت من فوق مستويات الصفر إلى أسفل مستويات الصفر، بينما مؤشر ال RSI يكفيني أن يكون دون مستويات ال 50. نرجع نطبق عمليا على منصة التداول، بنشوف أمامنا المستطيل الأحمر اللي شايفينه هون، هاي هي نقطة التقاطع. خليني بس أوضح المتوسطات، أعملهم ثيك أكثر شوي. هذا المتوسط، وهذا المتوسط 18. هذه هي نقطة التقاطع تحديدا اللي شايفينها أمامكم هون. خلينا نشيل المستطيل الأحمر هذا مشان ما يضيعكم. هاي هي نقطة التقاطع اللي شايفينها هون. الانستغرام بدأ بالانخفاض تقريبا في هذه النقطة، وصل للصفر تماما، بالتالي نقطة الدخول تبعي بصفقة البيع بتكون موافقة تقريبا لهذه الشمعة تحديدا، وهدفي أن أواصل التراجع من هذه النقطة نحو أقرب مستويات للدعم واللي هي مسبقا كانت عندي محددة عند هذه النقطة. هذا هو التيك بروفيت تبعي، بينما ستوب لوس تبعي يمكن أن يكون أعلى قمة سابقة وهي هاي فقط عند مستويات 1223. نقطة الدخول تبعي كانت عند 1219، التيك بروفيت تبعي هو عند 1214، بالتالي هدفي حوالي $5 بالاتجاه الهابط، بينما الستوب لوس تبعي هو حوالي تقريبا $3 بالاتجاه الصاعد. إذا هدفي حوالي $6 بالاتجاه الهابط، $6 $6.80، بينما الستوب لوس تبعي هو حوالي $2.50 تقريبا. هذا بالنسبة لي الصفقة اللي شايفينها هون. نبحث أيضا عن صفقة أخرى، بنشوف عندي هذه النقطة تحديدا هي نقطة تقاطع في المتوسط بين المتوسطات، تقاطعوا عند هذه النقطة تحديدا. الهيستوغرام قلب عندي، لاحظ كان فوق مستويات الصفر بدأ يصبح عند مستويات الصفر وينعكس تدريجيا. نقطة الدخول كانت هون، ستوب لوس تكون عند أعلى قمة تقريبا، أعطاني لكن ما أعطاني كثير، ممكن أعطاني جست بنفس قيمة أو 50% من الهدف تبعي الهبوط أكثر. لو حاطط أنا ستوب لوس تبعي في هذه الصفقة اللي حدثت هون عند أعلى قمة اللي هي هاي، والتيك بروفيت تبعي هو ضعفين نقطة الدخول اللي هو تقريبا راح يكون عند الخط الأصفر اللي شايفينه هون، فأنا فعليا كان فيها ريسك بعض الشيء الصفقة، ولكن على اللونج رن وصلتني تقريبا بهذه الشمعة تحديدا اللي هي كانت تقريبا بسبعة الشهر، بينما نقطة الدخول تبعي كانت بستة الشهر، يعني حوالي اليوم أخذت معي الصفقة. كان في خطورة بعض الشيء بهاي الشمعة، لكن أنا شفت بروفيت
طوال فترة حملي للصفقة، وهذا أمر مهم جدا إخواني، أنك أنت تكون ماشي بالرايت دايركشن مباشرة مع الاتجاه الصحيح، صفقتك ما تدخل باللوس أول ما بتاخذها، وإنما يكون عندك تأكيدات قوية عند نقطة الدخول. الار اس اي دون مستويات الخمسين، لاحظ مرة أخرى نقطة التقاطع كانت هون، شوف هاي جدا مثال قوي، نقطة التقاطع هون، بينما هذا هو النقطة، نقطة التقاطع كانت هون، الهيستوغرام بدأ بالهبوط تحت الصفر أكثر من النقطة مباشرة، الـ RSI دون مستويات الخمسين، لاحظ الهبوط، الهبوط كان بحوالي $7 بالاتجاه الهابط، مع وقف خسارة أنا بعتبره قريب نسبيا حوالي $3 ماكسيموم، انك تكون $4 بالاتجاه الصاعد، هذا هو، او $3.5 بالاتجاه الصاعد، فكصفقة عندي 2-1 فيها تعتبر ذات جودة عالية او جودة جيدة الصفقة اجمالا، وانا شفت فيها بروفيت بشكل مباشر، اصلا انا ما حطيت اي ريسك على حالي، مجرد ما اخذت 50% من الهدف حركت وقف الخسارة من المستوى اللي كنت حاطه سابقا إلى مستوى نقطة الدخول، ومع زيادتي أكثر ممكن أنا أكون جايب ربحية أعلى أيضا. فبالتالي الهدف تبعي ببساطة كان عند هذه النقطة تحديدا، هذه المستويات اللي هي بتمثل ضعفي المسافة من الوقف الخسارة السابق، هذه هي الضعفين مسافة من هون، من نقطة الدخول، لاحظ أنا عم حرك من نقطة الدخول لوقف الخسارة، تمثل عندي الهدف ضعفينها مباشرة. أنت أي مقياس لتحديد صفقاتك، شو ستوب لوس تبعك، ضربه باثنين، هذا أول هدف. عندما بتجيب أنت 50% من الهدف تبعك، أي ما يعادل تماما مقدار وقف الخسارة، حرك وقف الخسارة الخاص بك إلى نقطة الدخول، هذه هي إحدى أهم عوامل إدارة المخاطرة وإدارة الحساب اللي راح نتعرف عليها بشكل تفصيلي أكثر خلال الأسبوع القادم. ننتقل إلى الاستراتيجية الثانية، هي أول استراتيجية تعرفنا عليها مع بعض، ننتقل إلى استراتيجية ثانية أيضا يتم تطبيقها فقط للتعرف على الاتجاه، أنت رايح بالاتجاه الصحيح أو لا، فهي استراتيجية تحتاج إلى إضافات ولكن لا بأس فيها كاعتمادها وحدها للوقت الحالي. هذه الاستراتيجية من شقين راح تكون، اولا شو الادوات اللي راح استخدمها، راح استخدم مؤشر البولينجر باندز بالاعدادات الافتراضية الخاصة به، ومؤشر الـ RSI ايضا بالاعدادات الافتراضية. لاحظ اشارة الشراء، تأكد من مؤشر الـ RSI بانه فوق مستويات الخمسين. نحن دائما ليش انا بعتمد على الـ RSI في يعني صفقاتي، لحاله هو ما بيعطيك لا اوامر دخول ولا اوامر خروج ولا بيقدم ولا بيأخر كثير وحيدا، وانما استنير به دائما لحتى اطمن انه انا بالاتجاه الصحيح واني انا مالي داخل باتجاه فرعي مؤقت. فالـ RSI لما بيكون عندي فوق مستويات الخمسين أنا ميال أكثر للاتجاه الصاعد، وبالتالي يعطيني تأكيد دائما لصفقات الشراء اللي أنا بدخل فيها. فبالتالي RSI فوق مستويات الخمسين على تايم فريم الأربع ساعات، أي على تايم فريم أطول من تايم فريم اللي أنا عم بتداول عليه حاليا، لازم يكون RSI على الأربع ساعات عاطيني إشارة أنه بالاتجاه الصاعد، بينما بالنسبة لمؤشر البولينجر باندز فبهبط إلى متوسط إلى تايم فريم 30 دقيقة، وبنتظر أن يكون الإغلاق الشموع فوق خط المنتصف اللي بيكون هو بالنسبة للبولينجر باندز هو منتصف المؤشر، مؤشر البولينجر باندز. هلأ بنشوفها على التطبيق العملي، هو الخط المنتصف اللي هو بيمثل متوسط 20 يعني. تماما الإعدادات الموجودة على المنصة بشكل مباشر بتطبقها بدون أي تعديلات فيها، لاحظ بساطة الاستراتيجية لكنها جدا قوية وجدا تفيد بالتطبيق. فأولا خليني أنتقل معكم للتطبيق بشكل مباشر، نرجع على استراتيجية الذهب على سبيل المثال. هذه النقطة ذكرنا أنه يجب أن يكون على تايم فريم الأربع ساعات، على تايم فريم الأربع ساعات
RSI فوق مستويات 50. عند الخط الأحمر اللي شايفينه هون RSI هو فوق مستويات 50 بهذه اللقطة تحديدا. بهذه اللقطة تحديدا صعد الـ RSI فوق مستويات 50 مع هذه الشمعة البسيطة. وعلى تايم فريم 30 minutes نفس الخط الأحمر اللي أنا رسمته بنشوف أنه بدأت الأسعار تصعد فوق مستويات خط المنتصف بالنسبة للبولينجر بانتس. بالتالي الدايركشن القادم شو هو؟ هو دايركشن اتجاه صاعد. فلو نفترض انه السعر هلأ بدأ بالصعود فوق مستويات فوق مستويات الخمسين. خليني اكبر التشارت شوي بس لتشوفوه بدقة اكبر. تماما. كانت الاسعار لاحظ خلال كل هذه الفترة كانت الأسعار دون خط المنتصف الخاص بالبولينجر باند. هذا هو خط المنتصف اللي لونه أصفر اللي شايفينه هون، كانت دون خط المنتصف. أول شيء أخذت الإشارة من الـ RSI على تايم فريم الأربع ساعات أنه صرنا فوق مستويات الخمسين. ثاني إشارة أخذتها أنه بعد هذه النقطة تحديدا بدأنا بالصعود مع هذه الشمعة اللي شايفينها هون، بدأنا بالصعود فوق مستويات خط المنتصف مع هاي الشمعة الكبيرة اللي أغلقت هون. إذا أخذت أنا إشارة أن الاتجاه القادم هو اتجاه صاعد. كل ما علي فعله أني أحدد وين مستويات الدعم. أهم مستويات دعم هي هذا الليفل اللي هي تقريبا عند مستويات 1214 دولار للأونصة. خليني أحط عندها خط وقول أنه هذا هو الدعم تبعي عند 1214 دولار، تقريبا 1215 دولار للأونصة. هذا هو مستوى الدعم. بينما التيك بروفيت يعني نقطة الدخول تبعي راح تكون مع إغلاق هذه الشمعة. نقطة الدخول تبعي راح تكون مع إغلاق هذه الشمعة تحديدا هون. خليني بس أشيل هذا الخط الأفقي، راح أرسم هيك خط مائل. يعني هذه هي نقطة الدخول. خليني أغير اللون تبعها. عفوا. خليني فقط أغير اللون أمامكم حتى يكون عندي بشكل أوضح. هاي نقطة الدخول. نقطة الدخول تبعي كانت تماما مع إغلاق هذه الشمعة. مع إغلاق هذه الشمعة اللي سكرت عندي فوق. ستوب لوس تبعي هون. طيب المسافة من هون لهون قديش؟ تقريبا حوالي الأربع دولارات. عفوا حوالي الأربع دولارات تماما. او 3 دولارات فاصلة 3 اذا التارجت تبعي مينيموم اني اصعد الى مستويات التوب هذا القادم، او اني ضاعف فقط هدفي اني اضاعف مقدار ستوب لوس بمرتين او 3، او اني فعل ما يسمى بالتريلينج تيك بروفيت. فالهدف تبعي اني اوصل الى هذه النقطة مجددا. هذا هو اقصى هدف عندي اياه، ما بدي اكثر من هيك. اذا تابعنا الشارت مع بعض بنشوف تم تحقيق الهدف بالكامل في هذه اللقطة تماما اللي نحن شايفينها هون، وتابعنا بالصفقة. إذا كل ما في الأمر أنه أنا حددت النقطة اللي أنا كنت فيها تحت المتوسط، تحققت الشروط معي RSI على التايم فريم الأربع ساعات اللي هو بشكل أكبر أو الموجة الأكبر هي فرجتني أنه في زخم بالاتجاه الصاعد. طيب هذه نقطة الدخول تبعي من هذه الشمعة تحديدا، وهدفي أن أواصل بالاتجاه الصاعد. أنا تحركت ببساطة شيء بسيط بوقف الخسارة هون. أنا ممكن أفكر أني أنا أأمن الصفقة تبعي وأني غير ستوب لوس تبعها لنقطة الدخول أول ما جبت عند 1220 تقريبا. وعندما جبت الهدف هون إما أنا فعلت ما يسمى بتريلينج تيك بروفيت أني أحافظ على الأرباح اللي أنا حققتها سو فار، أو أنه أغلقت الصفقة هون وجنيت الأرباح. فتكنيك وضع وقف الخسارة والتيك بروفيت متروك لإلك، ولكن أنا عندي بس الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحديد هل الفرصة مناسبة للدخول أم غير مناسبة للدخول. هذه هي كل الفكرة. لاحظ مثلا أنا عندي هاي النقطة هون. نأخذ مثال ناجح ومثال فاشل. في عندي اختراق على البولينجر بهاي الشمعة هاي تحديدا،
اخترقت فوق مستويات المنتصف واغلقت تماما فوقها. طيب فرجيني لهي الشمعه تحديدا، فرجيني الار اس اي الفور اورز، هل هو فوق؟ ما له فوق، ار اس اي تحت مستويات الخمسين، معناتها ليست صفقه ناجحه بالنسبه لي. بينما هون ار اس اي فوق مستويات الخمسين، لذلك تشجعت ودخلت بالصفقه. واضحه الاستراتيجيه؟ الامر تماما يحدث عكسه بالعكس بالنسبه لصفقات البيع. هذه احدى الطرق التطبيق المباشر على اسعار الذهب. ننتقل لاخر استراتيجيه موجوده في محاضره اليوم. طبعا انا هون اعطي مثالين، انه كاتب انه فريم 30 دقيقة هو فقط لتحديد نقطة الدخول شراء بيع على مؤشر البولينجر باندز بعد ان حددنا اتجاه الترند على الاربع ساعات. الاستراتيجية الثالثة ابسط ولكنها تعتمد على مؤشر قوي جدا، هو مؤشر اسمه الـ ADX. الاي دي اكس اخواني لازم تكونوا، يعني ان شاء الله انا في عندي محاضره قادمه راح تكون عن مؤشر الاي دي اكس بشكل محدد، لانه مؤشر مهم جدا وقوي جدا في تحديد نقاط الدخول ونقاط الخروج بشكل كبير. مؤشر الاي دي اكس طبعا باعداداته الافتراضيه، يعني اول ما تدرجه مباشره على ما يسمى بمنصه تداول الام تي 4 دون ان تغير بالارقام الخاصه به، لانه راح اعطيكم شرح بسيط عليه، بالاضافه الى مؤشر الموفينج افريج البسيط 5 والموفينج افريج البسيط 6. لكن مؤشر الموفينج افريج 5 بتساوي الابلاي اون كلوز، يعني يطبق على الاغلاقات فقط، بينما مؤشر المتوسط المتحرك 6 يطبق على الافتتاح. خليني افرجيكم مع بعض وندرج مع بعض هذه المؤشرات. حتى ما يكون الامر صعب على البعض. نبدأ اولا ندخل insert indicators، عندي الاوسيليترز، ونروح على طبعا شيء اسمه عفوا ترند، ونروح على شيء اسمه افريج دايركشنال موفينج موفمنت اندكس اللي هو نفسه مؤشر الاي دي اكس باعداداته، لون اخضر لون احمر، تعطيه اوكي. طبعا الاعدادات خليني بس اشرح لكم اياها بعض الشيء. مؤشر الاي دي اكس مكون من ثلاثة خطوط. الخط الاول هو دي اي بلس، وهو يمثل الاتجاه الصاعد او مؤشر الحركة الصاعدة، بينما دي اي ماينس يشكل مؤشر الحركة الهابطة، متوسط الحركة الهابطة. حطهم باللون البلس بيكون لونه اخضر، الماينس باللون الاحمر، بينما الليفل دخل عندك فقط المطلوب منك انك تدخل اد ليفل 20، اعمل اد لليفل 20 واللي هي المنتصف تقريبا، واعطيه اوكي. تحصل على هذا المؤشر اللي الخط الازرق هو خط يسمى بخط الاي دي اكس، الخط الاحمر هو يمثل الدي اي ماينس، والخط الاخضر يمثل الدي اي بلس. وهلا بنشرح لكم شو الاستفاده منهم. من ثم ندرج المتوسطات بالترند، نروح على الموفينج افريج وبنختار بدك سمبل موفينج افريج، قلت له نعم. شو المقياس اللي بدك اياه؟ بدي اياه على 5، ولكن يتم تطبيقه على الاغلاق. simple apply to close، وعطيته اوكي. بينما المتوسط التالي هو 6، غير اللون الخاص به ونحطه 6، ونحطه بدل
ابلاي على الكلوز، ابلاي على سعر الاوبن، وبنعطيه اوكي. نحصل على هذا الشكل اللي شايفينه امامنا. هي طريقة ادراج المتوسطات. ما هي الاشارة؟ عندما يقوم متوسط متحرك 5 باختراق متوسط متحرك 6، مثل موضح عندكم باللون بالدائرة الخضراء اللي شايفينها هون، متوسط متحرك 5 ملونينه باللون الأزرق، ومتوسط متحرك 6 ملونينه باللون الأحمر بالرسم اللي شايفينه أمامكم هون، القصير السريع اللي هو 5 اخترق فوق مستويات المتوسط المتحرك 6، يعني كروس أباف. وفي نفس اللحظة خط الدي اي اللي لونه اخضر في مؤشر الاي دي اكس ارتفع الى فوق مستوى 20. ناتي الى المثال تبعنا. المتوسط 5 السريع اللي شايفينه لونه احمر هون امامكم اخترق من فوق متوسط 6 تماما، ولكن الشرط انه يكون عندي الاي دي اكس هو فوق مستويات ال 20، الدي عفوا الدي الاي دي بلس اللي هو لونه اخضر بيكون فوق مستويات ال 20 في هذه اللقطه تماما. هاي اللقطه اللي شايفينها هون، هذه هي اللقطه اللي شايفينها هون. هون صار كان في عندي تقاطع وبدا الانفراج بين المتوسطات، ولكن هاي هي اللقطه عفوا هاي هي اللقطة، لحظة شوي بس، لا هذه هي اللقطة تماما اللي كان في عندي فيها صعود لمؤشر الاي دي بلس فوق مستويات 20، فهي نقطة للدخول، اشارة للدخول بصفقات شو؟ بصفقات الشراء. ايضا ما عليك الا ان تضع وقف خسارة و تقوم بنقطة الدخول الخاصة بنا هي تماما مع هذه الشمعة، ولو انه راح علي كثير منها وقف الخسارة بعيد نسبيا، لكن هدفي ان اواصل الارتفاع بشكل اكبر. لاحظ وصلنا الى نسبة كبيرة ولا نزلنا نتوقع مزيد من الارتفاعات بالنسبة للذهب. إذا أنا دخلت هون وارتفعت بهذا الشكل لحتى وصلت لهون، هل من المنطقي أن أحتفظ بوقف الخسارة عند هذه النقطة؟ أكيد لا، أكيد أنا حاليا بصفقتي الحالية وقف الخسارة تبعي هو أصبح لا يقل عن هذه المستويات اللي هي عند الـ 1248 دولار للأونصة مشان ما أخسر شيء، لكن لحظة دخولي بهذه الصفقة ممكن أني أكون دخلت بوقف خسارة على سبيل المثال عند هذه المستويات، وهو أقرب مستوى للدعم والمقاومة حاليا أنا وصلت له. هذا هو وقف الخسارة. هدفي أن أضاعف وقف الخسارة هذا بضعفين، وتمكنت من مضاعفته بضعفين. بالتالي أنا حاليا هون كوقف خسارة أو هون على سبيل المثال. الفكرة كل الشروط المطلوبة أن يكون عندي تقاطع ما بين هذه المتوسطات، متوسط 5 يصبح فوق متوسط 6، وأن يكون الـ ADX الـ ID عفوا الـ DI Plus الخاص بالاتجاه الصاعد بدأ يرتفع فوق مستويات 20. أعطيني مثال آخر هون مرة أخرى، ارتفع فوق مستويات 20 وعندي هذا التقاطع. لاحظ الدخول المثالي هون، هذه هي التقاطع، هذا التقاطع حدث في هذه النقطة تحديدا، والصعود على أي تايم فريم إخواني، على أي تايم فريم يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية. تقاطع ما بين المتوسطات، صعود في مؤشر الـ ADX فوق نقطة الـ 20، فوق مستوى الـ 20، و ستوب لوس، أقرب ستوب لوس قريب منك ممكن يكون تعتمد عليه عند هذه المستويات تقريبا، هذا ستوب لوس تبعي، هاي نقطة الدخول تبعي تقريبا، وواصل بالاتجاه الصاعد وممكن لسه اعطاني الماركت اكثر من وقف الخسارة اللي انا كنت حاطه. هاي هي الاستراتيجية الثالثة. طبعا بالنسبة لصفقات البيع العكس تماما، هذه هي استراتيجياتنا الثلاث اللي حبيت اسلط عليها الضوء
والتي يتم تطبيقها بشكل مباشر على الذهب، وأنا شخصيا في الفترة الماضية كنت أعتمد عليهم بشكل كبير، بإمكانكم الاطلاع عليهم بشكل أكبر وتطبيقهم بشكل دائم. وللتأكيد على صحة هذه الاستراتيجيات يمكن العودة بالتاريخ واختبارها على تشارتات سابقة، ويمكن استخدام أيضا بعض هذه الاستراتيجيات على منتجات أخرى، ولكن أنا طبقتها بشكل خاص على الذهب وعدنا فيها على باك تيست لفترة طويلة، ووجدنا أنها استراتيجية ناجحة ويمكن الاستفادة منها بشكل كبير.